بهدف تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية لخدمة مخططات التنمية، يأتي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري. ويتضمن مركز النقل الجماعي كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات وموقف نقل إقليمي ومركز تجاري ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق. ويتميز الموقع الجغرافي للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية بجانب قربه من مطار القاهرة الدولي، ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية. كما يسهم المشروع في تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات، بجانب تقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة. وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية كافة الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة، ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز. ولمتابعة مراحل التنفيذ، تفقد الرئيس السيسي كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين. ولتخفيف المعاناة عن المواطنين، وجه الرئيس السيسي بالإسراع في معادلة التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية. كما وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق لتجديد المرافق في نطاق تلك المشروعات، من شبكات صرف وشبكات مياه جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة، وذلك طبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة لخدمة سكان تلك المناطق. مرحبا بحضراتكم من جديد، ونستمر في الحديث عن مركز النقل المتكامل والتغيرات الحضارية والتغيرات الهندسية اللي بتتم على أرض مصر ومدلولاتها على المدى القريب والمدى البعيد. ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والمطارات والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف، والمستشار الهندسي لمحافظة بني سويف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فندم وكل مشاهدينا الكرام. اهلا بك. نبدا مباشره بمركز النقل المتكامل 300 فدان. المفترض انه هذا المكان هيجمع عدد كبير من الخدمات وتتلاقى فيه وسائل نقل مختلفه ومتنوعه حتى تصل الى النقل او الانتقال خارج مصر، نظرا لموقعه، بس لو تفهمنا اكتر فكره هذا المركز للنقل المتكامل او هذه الفكره بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك بدات الكلام بان ده مركز نقل متكامل، مركز نقل جماعي على مساحه 300 فدان، موقعه امام مطار القاهره الدولي عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس. موقع مميز خارج نطاق القاهره بشكل قريب من الطريق الدائري اللي هيبقى بعد التطوير ان شاء الله 8 حرات في كل اتجاه. نعم. قريب من طريق السويس اللي هو هيبقى بعد التطوير واصبح 9 حارات في كل اتجاه، فمنطقه تستوعب حركه مروريه كبيره. مركز نقل جماعي بيتضمن كافه المتطلبات اللي بيحتاجها المواطن او المسافر من محطات للنقل، مراكز اداريه، مراكز تجاريه، اماكن ترفيهيه، محطات للورش، المترو. يعني اقصد ان في كل ما يلزم من احتياجات للمسافر. كمان هو هيبقى في ربط بين المحور بين الدائري وبين طريق السويس وطريق المحور الجديد اللي هو محور طريق محمد نجيب اللي موجود هناك. فالمنطقة هناك منطقة تسعى لحركة نقل، حركة دخول وخروج بشكل كبير. فكرة ان ننقل المواقف الكبيرة، وده موقف هيبقى او 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 مركز اقليمي دولي، يعني في حركة نقل في عليها طلب بشكل كبير سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. فأنا بنقل الطلب على النقل أو الأماكن اللي هيبقى فيها ازدحامات كبيرة خارج العاصمة في أماكن حواليها شبكة طرق تستوعب الحركة دخول وخروج الأماكن ديت. نعم. وده فكرة في حد ذاتها أن أنا بحاول أخف الكثافات المرورية اللي داخل المدينة القديمة
بأشكال كبيرة من خلال عمل محاور، من خلال عمل نقل المراكز الحيوية والأماكن الإدارية اللي داخل العاصمة القديمة ونقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، زي ما كنا سمعنا عن نقل الوزارات ومجلس النواب لمنطقة الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة. ده بهدف تخفيف الضغط على العاصمة القديمة، وده لأن انت حضرتك لما تيجي تشوف حجم الرحلات والطلب على النقل للدخول للعاصمة لتقضية مصالح شخصية، هتلاقي تقريبا عدد يقارب اعداد الرحلات او اللي بتحصل كل يوم. فانا بنقل الرحلات دي خارج المدينة بشكل او باخر من خلال نقل الادارات الحكومية او من خلال نقل المواقف الجماعية او المواقف الاقليمية اللي بتعمل ديت وتقديم كافة الخدمات خلالها، بس خارج حدود او خارج اطار الازدحامات داخل المدينة. طبعا. ده بيخف الضغط بشكل كبير. طب يا دكتور، احنا الحقيقة مؤخرا بقينا دائما نسمع كلمة تكامل وسائل النقل، ارتباط وسائل النقل المختلفة ببعضها البعض، إما بمناطق أو محطات تبادلية، يعني محطة للقطار الكهربائي هتلتقي مع خط للمترو، أسفلهم محطة أو للوسائل النقل الأرضية زي الأوتوبيس أو وسائل النقل الجماعي، منها للدخل نقل الداخلي داخل المحافظة أو داخل القاهرة الكبرى، ومنها ما هو لمحافظات أخرى. هذا المنطق التكاملي بين وسائل النقل كيف يغير الواقع اللي احنا بنعيشه في الانتقال، ليكن في القاهرة الكبرى مثلا، زمنيا وعلى مستوى الضغط، الضغط النفسي والعصب اللي بيتعرض ليه مواطن عشان ينتقل لمشوار طويل، ليكن مثلا من القاهرة الجديدة إلى 6 أكتوبر، يعني بيقطع ربما من طرف في القاهرة الكبرى إلى طرف آخر، لكن في حالة وجود هذه الخطوط وهذه الخطط التكاملية لوسائل النقل كيف ستختلف الصورة؟ يعني خلينا نتكلم ببساطة ونشوف. احنا من وقت قريب قوي كنا بنقعد في الشارع اوقات كبيرة جدا عشان اتحرك من منطقة المطار قريبة جدا، كنا بنقعد في الشارع ساعات. دلوقتي بقى الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالمجهودات اللي على الارض والناس كلها لمساها محدش يقدر ينكرها، ان تم عمل دراسات مرورية مناسبة لفك كل الاختناقات ديت من خلال كافة الوسائل، كافة بدائل النقل اللي موجودة، سواء كان النقل من خلال المحاور الطرق أو من خلال نقل السكة الحديد. والسكة الحديد بقى بجميع فئتها، سواء كان مونوريل أو مترو أنفاق أو خط كهربائي عادي أو خط كهربائي سريع، زي ما حضرتك تفضلت أنا عندي مثلا في محطة الاستاد عندي نهاية الخط الثالث والرابع للمترو أنفاق، هيبدأ يقدر تاخد منك خط المونوريل. المونوريل ده قطار كهربي صديق للبيئة، بيمشي على خط مفرد قمر خرساني، المسافة من الاستاد لغاية العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 54 كيلو، هيبقى حوالي 22 محطة، سرعته حوالي 80 كيلومتر على الساعة، هيوصل في حوالي 60 دقيقة. تمام، دي محطة تبادلية. عندي واحدة تانية في جامعة الدول العربية هتروح 6 أكتوبر والشيخ زايد وامتداد 6 أكتوبر جديدة الثورات اللي حاصلة فيها، ده هيبقى حوالي 42 كيلو، 12 محطة هتبقى عندي. فدي نفس الفكره حضرتك بتتكلم فيها، ان انا عندي تنوع بين كافه الوسائل اللي بتديني المرونه في ان انا اقدر اتحرك من هنا لهنا واقدر اغير الوسيله من هنا لهنا. عندي على سبيل المثال الخط الكهرباء القطار الكهرباء السريع اللي هيوصل من العالمين من العين السخنه لغايه العالمين، هيبقى في عندي محطه تبادليه اقدر من خلالها في 6 اكتوبر اتحرك لغايه اسوان. فدي كلها بتدي مرونه للراكب، زي ما حضرتك كده عندك خطوط المترو بتتقاطع مع بعضها في نقاط تبادليه كتير، بتقدر حضرتك تغير الاتجاه بتاعك. هو القطار السريع اللي هو بيمتد من الغردقة، بيبدأ من الغردقة، انا عندي قطارك السريع في 3 مراحل، في 4 مراحل. المرحلة الاولى اللي هو من العين السخنة لغاية برج العرب، وبعد كده يتجه شرقا للاسكندرية، وخط تاني يتجه غربا للعالمين. تمام. بعد كده في خط تاني من العالمين لغاية مرسى مطروح، ثم هيستكمل ان شاء الله لغاية جربوب وسيوة، وان شاء الله يستكمل لغاية بني غازي. نيجي للخط الثالث اللي هو من الاقصر، من الغردقة سفاجة لهنا نجا حمادي نقل الالومنيوم والفوسفات والاقصر. طيب الخط الرابع بقى حضرتك اللي هو من 6 اكتوبر لغايه اسوان. دي الاربع خطوط الموجودين او الاربع مراحل اللي هيتم فيهم عمل قطار الكهرباء السريع. في تصوركم عندما تكتمل هذه المشروعات وتكون فعاله على ارض الواقع، هل هيفكر المواطن المصري انه ربما من الاوفر له والايسر له والاكثر ملائمه انه مثلا لو بيمتلك سياره خاصه انه يتركها ويبدل مواصلة أو اثنين أو ثلاثة حتى لو كان مشواره طويل أفضل، ده هيديله خدمة أفضل على أرض الواقع، يعني على مستوى إحنا بنتكلم أو دايما سيادة الرئيس الحقيقة بيتكلم على إنسانية المواطن، وإن المواطن من حقه أنه يمشي في شارع نظيف ومهيأ، من حقه أن يسكن في مناطق آمنة ومهيئة، فنفس الحكاية هتبقى في المواصلات، هيبقى ده ربما أفضل للمواطن من أنه يسوق سيارة خاصة بما فيها طبعا من راحة ورفاهية ليه، هيكون أفضل له أنه يستقل هذه الوسائل المتكاملة والمرتبطة ببعضها البعض.
سؤال ممتاز وخلينا حضرتك عليه. هو احنا عندنا من ضمن النماذج اللي بنقدر نحسب بيها بعض الحسابات الرياضية اللي هو نماذج تخصيص الرحلات على وسائل النقل اللي هي المودل سبليت، هو ان انا عايز اعرف مدى ملائمة كل وسيلة لكل فرد. يعني انا عندي شريحة معينة في مكان معين، تمام. عايز اقول العدد دوت قد ايه منه هستخدم الوسيلة رقم واحد وقد ايه الوسيلة رقم اثنين وقد ايه الوسيلة رقم ثلاثة. فبيختلف اختيار الوسيلة بناء على حاجات كتيرة جدا، منها الجزء اللي حضرتك تفضلت بيها، هي ان كل واحد عايز الوسيلة اللي تلبي يعني رغباته. في واحد بينقي الارخص، في واحد بينقي الاسرع في الوقت، الاقل في التكلفه، في واحد عايز مستوى عالي عشان مش عايز اتبهدل. في جزئيه مهمه جدا، احنا دايما كنا بنوفر طبعا ده لازم واساسي، بيتوفر للفئات كتيره، بس انا عايز استهدف كمان من ضمن الفئات اللي انا بستهدفها، عايز استهدف الجزئيه اللي حضرتك تفضلت بيها، عايز استهدف الراجل اللي عنده المركبه الخاصه البرايفت كار بتاعته اللي بينزل بيعمل رحلات. ده بيعمل لي كثافه مروريه عاليه جدا، فانا لما احط له بديل الخدمه فيه كويسه جدا والحركه سهله وسريعه وبيلبي كل رغباته، ده انا بشجعه انه يسيب عربيته، بيقلل كثافات، بيقلل تلوث، بيقلل حاجات كتيره جدا. فانا لما اعمل شريحه في النقل خاصه بفئه معينه انا بستهدف الفئه ديت، ده بتعمل لي سيوله مروريه انا عايزها. فده طبعا مطلوب جدا ان انا يبقى عندي يعني كافه البدايل اللي تناسب كافة الشرائح أو المستويات اللي ليها طلب على النقل. طيب فكرة الوسائل الجديدة أو الخطوط الجديدة اللي هي القائمة على استخدام طاقة الكهرباء، يعني بنتكلم لا على ديزل ولا على بنزين، يعني أمور المفروض أنها الأكثر صدقة أو الثورة القادمة في مجال وسائل النقل هي استخدام الكهرباء. هل قدرتنا الكهربية حاليا إنتاجا وتوزيعا تسمح أن احنا ندخل هذه الوسائل بنجاح دون التأثير على الشبكة القومية وقدرتها وتوفير الكهرباء المباشرة للمواطن في بيته؟ يعني خلينا نكرر تاني وأقول بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمجهود القيادة السياسية اللي موجودة وعزمها على نقل مصر لمكانة تانية، فعلا بقى في عند حضرتك فائض كهرباء. نعم. بقى حضرتك بتعرض دلوقتي انك تصدر كهرباء لدول مجاورة. الجزئيات التانية زي ما عين حضرتك على المشروعات القومية وإنشاء عدد كبير من المشروعات وفرص عمل، برضو عينك على إن يبقى كل المشروعات دي صديقة للبيئة، ما تبقاش فيه حاجة ضرر للبيئة. فأنت بتعمل حاجة اسمها نقل الأخضر اللي هو وسائل النقل الكهربائي سواء كان المونوريل أو القطار الكهربائي العادي، وفي قطار كهربائي سريع. يعني لما تيجي عند حضرتك في العاصمة الإدارية الجديدة في عندي حاجتين هيدخلوا العاصمة الإدارية اسمهم قطار كهربائي، في قطار كهربائي العادي هو الار تي ده حضرتك من السلام للعاشر من رمضان، من السلام للعاصمة الإدارية العاشر من رمضان مرورا بالعبور وشروق واحد وشروق اثنين، ده قطار كهربائي هيمشي بطول 70 كيلومتر بسرعة 120 كيلومتر على الساعة. نعم. في عند حضرتك قطار الكهربائي السريع وده برضو كهربائي، ده اللي هو هيعدي من العاصمة الإدارية الجديدة. في عند حضرتك المونوريل وده برضو كهربائي، في الدفع بالناقلات أو أتوبيسات بتشتغل بنظام الغاز الطبيعي أو الكهرباء للدخول، برضو أنت بتشجع على أن دايما يبقى البدائل كلها صديقة للبيئة اللي هو زي ما قلت حضرتك في البداية النقل الأخضر اللي دايما الفريق كان وزير بيأكد عليه. دكتور عبدالله، يعني من ضمن المشروعات الرائدة أو فكرة الانتقال مثلا من العاصمة الإدارية إلى برج العرب أو إلى العالمين في مرحلة متقدمة، ومن ثم إلى الغرب حتى يعني إلى بني غازي زي ما حضرتك ذكرت إن شاء الله. السؤال الآن، إحنا بنعمل كل ده ليه؟ يعني على وجه الدقة، المنطقة الغربية فيما بعد أو في زمام محافظة مطروح هي ربما كثافة سكانية قليلة، ربما احتياجات الحركة أقل، لكن إحنا بنمد لهم وسائل انتقال سريعة جديدة حديثة بنمدها لحد عندهم ليه؟ خلينا نقول ان الموضوع اللي فيه كلام كتير ان احنا بنعمل وسائل نقل كتيرة، بنعمل طرق كتيرة، الكلام ده مهم جدا نوضحه ولازم نسلط الضوء عليه، وهو ان انا مش فقط ان انا مجرد ان انا بعمل طريق او ان انا بعمل بديل نقل لتسهيل حركة فقط لنقل افراد وبضائع، طبعا دي حاجة جميلة جدا داخل مصر، ولكن انا باصص لحاجة تانية في تارجت احنا رايحين عليه، هو تحويل جمهورية مصر العربية كلها لمحور لوجيستي زي قناة السويس. انا لما اقول لحضرتك انا بعمل خط قناة السويس موازي من العين السخنة لغاية الاسكندرية، ثم بيتم حاليا تطوير 2 ميناء في اسكندرية، ميناء الاسكندرية القديم بيتم عمل منطقة تم التعاقد او عمل بروتوكول مع ثالث اكبر شركه على مستوى العالم في النقل البحري، شركه فرنسيه لتطوير المنطقه وزياده قدرتها الاستيعابيه ل 1.2 مليون حاويه، عند حركة تخصص لهم 560 الف متر مسطح بطول ارصفه 2500 متر طولي، منها ثلاث ارصفه للحاويات واثنين للسفن واثنين للبضائع العامه،
انا بقول لحضرتك انا بجهز قبل ما الخط او قبل ما قناة السويس الجديدة تشتغل، بجهز متطلباتها، ببدأ اعمل منطقة تبؤير من ميناء عادية لميناء بتنافس ميناء الاسكندرية ودمياط بتحويله لمنطقة حرة. ده انا بنقل المنطقة كلها، ده كان الاساس فيها ايه؟ هو ان انا وصول خط نقل او وصول خط سكة حديد. انا ربطت مصر ببني غازي، ربطت مصر في المرحلة الرابعة ان شاء الله بعد كده من اسوان الامتداد الخط لغاية وادي حلفة في السودان. انا عندي الطريق اللي هو القاهرة كيب تاون اللي بيربط بين 9 دول مع بعض. اخذا في الاعتبار ان المواني لما هتستقبل خطوط فانا بالتالي انا بربط كمان بالعالم الخارجي بخط في جزء منه ملاحي او خط بحري. بالظبط، ما هو ده حضرتك، انا في عندي انواع من النقل، وده دايما بنقوله، في عندي نقل جوي، في نقل بحري، في نقل سطحي، في حاجه اسمها نقل مشترك. النقل المشترك ان يبقى جزء من الرحله ممكن يكون بحري وجزء سطحي، فده اللي كان بيتخطط له في بعض الاماكن المجاوره ان يتعمل خط سكه حديد من نقطه على البحر الاحمر لنقطه على البحر المتوسط. طبعا ده كان اسرع على قناه السويس. بدانا نعمل قناه السويس الجديده بحيث ان نقلل اوقات الانتظار ل 11 ساعه. برنامج البنك الدولي بياكد لحضرتك ان اي بديل بيتم تقييمه على اساس التكلفه. نعم. اي مستثمر عينه على التكلفه. فانا لما عملت قناه السويس الجديده قللت زمن الانتظار 11 ساعه، ده بترجم لي فلوس. طبعا الفكره عمل خط سريع ده كانت قائمه، فكون انك تعمل خط سكه حديد من منطقه ابعد على البحر الاحمر توصل حضرتك لنقطه ابعد في البحر المتوسط كنت تقطعها لو انت مشيت بالمراكب مسافه اطول في الوقت، وتبقى قدام نقطه ارتكاز قدام اوروبا على طول اللي هي اسكندريه، دي تبقى حضرتك انت بتحول مصر لمنطقه لوجستيه كامله، وخصوصا بعد ربطها بالدول الافريقيه اللي ملهاش منافذ على البحار، بربط مصر بكافه المحيط اللي حواليها سواء غربا في ليبيا او جنوبا في دول القاره، وده اطول قاره كيب تاون. ايوه فندم، ده هيبقى من اطول طرق، اطول طريق في القاره الافريقيه. السكه الحديد السريعه انت في تكاتف وتكامل لكافه اجهزه الدوله، انت مش بتشغل فقط للنقل، انت عندك حضرتك دلوقتي لما تقول انا هنتقل من اكتوبر اللي هي من القاهره تقريبا لغايه اسوان في 4 ساعات، لما اقول لحضرتك من القاهره لاسكندريه في ساعه الا ربع، من القاهره لمرسى مطروح في ساعتين، انت حضرتك انت بتجيب بديل بينافس الطيران. بحسابات الزمن يا دكتور، هذه المشروعات عند اكتمالها ان شاء الله تعالى، بحسابات الزمن وحسابات ايضا الفرص البديله، احنا ماشيين على التراك او على كما ينبغي ان نسير في سرعه معدلات الانجاز، وايضا بلغه الزمن سيتغير بالفعل منظومه النقل المصري، مش فقط نقل الافراد او نقل المواطن، لكن ايضا نقل البضائع اللي هي مرتبطه بالتجاره والتجاره الاقليميه والعالميه. خليني اقول لحضرتك احنا دايما كنا اساتذتنا بيدرسولنا واحنا بندرس لطلبتنا ان اعمل طريق ويعملوا في ارميه في الصحراء تلاقي صحراء اتقلبت لخضره. انت عندك حضرتك طريق اسكندريه الصحراوي ده ابسط مثال، كان اسمه صحراوي، دلوقتي حضرتك تمشي عليه كافه الانشطه سواء زراعيه او ترفيهيه او سكنيه، كل الانشطه اللي حضرتك او كل الانشطه اللي حضرتك يعني ممكن تلاقيها هتلاقيها على طريق اسكندريه ما بقاش صحراوي. فده ليه؟ لان بقى فيه وسيله، في مجال للانتقال. لما اقول لحضرتك انا بعمل ربط بالمنطقه الغربيه اللي ما كانش فيه حد يبص لها خالص زي الفرافره والواحات والداخله والخارجه، وعمل لها ربط مش فقط بمحافظات الصعيد، لكن ده انا شديتها كده كاني حطيتها على منطقه المواني في البحر الاحمر مع تطوير كامل لمناطق المواني بتاع البحر الاحمر، لان انا ما اقدرش اشغل مصر جميع حروجيستي غير لما يكون عندي تطوير كامل للمواني اللي عندي سواء المواني البحريه او المواني الجويه او المواني الجافه اللي موجوده زي ميناء 6 اكتوبر او المناطق اللوجستيه اللي موجوده. فانا لما يكون عندي حضرتك تطوير دلوقتي في ميناء برديس، بعد كده عند حضرتك سفاجه والقصير والغردقه وراس غارب والعين السخنه، كل تطوير في كل دوت، في بورسعيد وفي دمياط وفي اسكندريه 2 مينا، في عندك في جربوب، كل دي فرص عمل بشكل كبير بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. كل المربعات اللي حضرتك عملتها دي بقت اللي هي من خلال شبكه الطرق او السكه الحديد بقت مناطق في طلب على الاستثمار عليها عالي جدا. حضرتك دلوقتي في الوقت الحالي بتبدا توجه الاستثمارات في المناطق اللي انت شايف في حاجه لتوجيه الاستثمار فيها بشكل سريع. عند حضرتك كنت بتسمع المحافظات كانت بتعمل عندها زي محافظات الصعيد ولا محافظات داخليه بتولد ارهاب بتولد مشاكل، دلوقتي بقى عند حضرتك في مناطق صناعيه في الصعيد بتنافس في دوريات اقتصاديه كبيره، مناطق اقتصاديه كبيره زي جبل المعالي في الامارات، كوم ابو رادي في بني سويف، لما الاقي كوم ابو رادي في بني سويف سابق في دوريات كتيره جبل المعالي في الامارات، فده دليل على ان انت التخطيط والاتجاه اللي حضرتك ماشي عليه ماشي صح. المصانع اللي موجوده اللي بتتعمل نتيجه لان انت عملت طرق وعملت وسائل مواصلات فتحت ابواب رزق كتيره لاماكن كتيره كانت بتولد رحلات زي ما نقول كانت طارده للرحلات، بقت جاذبه للرحلات لان هيبقى فيها فرص عمل اكتر من اللي موجود فيها. العجله دايره بشكل سريع. الاتجاه اللي انت بتستهدفه انك تحول مصر كلها المنطقه اللوجستيه ده موضوع تاني خالص، يعني اكبر من ان انا اتكلم على ان انا عايز انقل واحد من هنا وديه هنا. لا، ده انا بحول مصر لسوق عالميه، مركز تجاره عالمي، فرص عمل كبيره جدا،
تغير في الاقتصاد بشكل كبير جدا. طبعا الكلام ده مش هيتأتى بان انا اعمل طريق او طريقين، لا، من خلال ربط الاماكن كلها بشبكه طرق كبيره. يعني احنا مش عايزين ننسى من كام سنه لما خدنا صفر المونديال كان من ضمن الاسباب احنا بنقف في الشارع والانتقال كان مش عارف ايه. احنا دلوقتي بيتعمل عند حرك داخل القاهره محاور لفك الاشتباكات المروريه الكبيره، نقل المسببات للكثافات المروريه سواء كانت ادارات او حكومه، يعني وزارات حكوميه او مجلس الشعب، نقله خارج العاصمه القديمه، تطوير العاصمه القديمه بعمل اماكن سياحيه وتجاريه وترفيهيه، جذب لاستثمارات جديده داخل العاصمه، عمل محاور زي محور الفردوس، محور حضارات، عند حضرتك محاور اللي اتعملت في مدينه نصر ومصر الجديده لفك الاشتباكات الموجوده، صحيح. عندك في الهرم كمان محور الملك سلمان، محور الطريق السياحي الجديد المصرية. كل دي محاور لفك الازدحامات والكثافات المرورية الموجوده، تسهيل الحركه على الناس والمواطنين، ربط الاماكن بالمحاور الرئيسيه الخارجيه سواء كان الاستراد او صلاح سالم او الدائري، مع تطوير الدائري القديم، عمل تطوير للدائري القديم بحيث ان زي ما اتحرك 8 حارات في كل اتجاه، في الدائري الاوسطي، في عند حضرتك الدائري الاقليمي، كل دي دراسات بتتعمل بحيث انها تقلل الكثافات المروريه داخل العاصمه الكبرى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الله ابو خضرة، استاذ الطرق والمطارات والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف والمستشار الهندسي لمحافظه بني سويف. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقه من القاهره، وبعد لحظات صحافه الغد وزميلي فوزي جاد الله بانتظار حضراتكم وقراءه في منشطات صحف مصر الصادره لصباح اليوم التالي. تمام.